المودة والرحمة أهم رابط للعلاقة الزوجية ودافع قوي لاستمرار هي العلاقة. من نتائج هي المودة تقدير كل طرف للآخر، تعبه، محبته وتصرفاته. أما العكس فإله تبعات خطيرة على الصحة، ممكن توصل للوفاة المبكرة. هالشي بتأكده دراسة من جامعة لافيت بولاية بنسلفانيا الأمريكية، وبتذكر أنه انتقاد شريك الحياة باستمرار ممكن يعجل بوفاته. ووجدت أنه يلي بيتعرضوا للنقد المتكرر وكلمات عدم التقدير من قبل الشريك كانوا أقل عمراً بالمقارنة مع غيرهم. وخلال الدراسة يلي استمرت على مدار 5 سنوات كان اللي بلغوا عن مستويات نقد عالية من قبل شركائهم أكثر عرضة للوفاة بالسنوات 5 التالية، وما وجدت الدراسة أي اختلاف بين أرقام النساء والرجال. وفسر القائمين على الدراسة بأنه كلمات الانتقادات واللوم المتكررة ممكن تشكل ضغط مدمر على الجسم وينتج عنها ضغوط نفسية مزمنة قادرة تشكل خطر كبير على الصحة والعمر.